أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي. مولاي ومولى الكونين ونور العينين أبا عبد الله الحسين، زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وإخوتي وأخواتي، وعلى الخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصنام الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدل إمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيامكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. أزور علي بن الحسين الأكبر عليه السلام، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين،
السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن ولي، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلت وأبرأ إلى الله وإليك منهم. أزور الشهداء السعداء، السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. فكأني بالحسن وقد وقف عليهم وهو يقول: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي. ألا أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهبون، لنت السعادة واحتضيت بحور وجناه، لكن تركت حسين مفرد بين عدوان، واعتب عليكم بالدم على مثل هذه الأيام ونحن في خير وعافية.
اللهم اجعل هذا البيت عامرا باهله وبذكر الله وبذكر اهل البيت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا في هذا الشهر العظيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى موت الحاضرين ومن مات على الإيمان وجميع أموات أهل القرية. لا سمع لا عن السيد جواب ولا أرواح الشهداء. الفاتحة.